كان عندي المحل ديالي هنايا في 2010 وكنت خدام بخير وعلى خير. من بعد جات الشركه ديال البيم صافي، وانا اضطريت باش نسد المحل بسبب الشركه ديالت اللي ولاو صافي، ولينا ما بقينا نبيعوا ولا نشريوا صافي، ولينا هما تيبيعوا المواد الاساسيه اكثر منا، حنا ولينا تنجيو نبيعوا عي لي شاطر لي شي حاجه شي درهم تحميره، وليت نبيعوا هذاك الشيء داك المواد البسيطه صافي. درت فايت صافي، مول الكرا تيسالني الكرا، حنا عندنا وليدات تنجرو عليهم. ملي صافي جات الشركه حدانا صافي سدينا، ما صافي اضطرينا باش نمشيو لخدمه اخرى. هاد الشركه اللي جات حدايا ما قدرتش تنافسها حيت ما في استطاعتيش باش ننافسها. انا شخصيا كنت كنشوف هذا الشيء هذا انه غادي يوقع للمولي الحوانت. علاش؟ لان هذه يعني شبكات عملاقه او سلاسل ديال المتاجر اللي عندها واحد الامكانيه باش تشري واحد الماده بواحد القوه كبيره. يعني مثلا 100 محل ولا 200 محل في المغرب ولا 300 محل ديال واحد السلسله او واحد الشبكه، ممكن انها غتشري واحد البرودوي بواحد الثمن رخيص بالمقارنه مع مول حانوت من غادي يمشي عند هذه الشركه. يعني مول حانوت من غادي يمشي عندها غادي ياخذ عندها هذاك الشيء بواحد العدد بسيط. هذه هي القوه باش دخلت هذه السلاسل والمتاجر الكبرى وهذه الشبكات العصريه. حنا كنا درنا واحد الاقتراح باش ان التجار يتجمعوا في واحد السونتر داشا او واحد الشراء مشترك، وتعاونهم يعني الوزاره الوصيه باش ينطلقوا على اساس انهم يبقاو يشريو مجموعين حتى هما، لان الا ما كانتش عندهم قدره شرائيه منافسه للقدره الشرائيه ديال المتاجر الكبرى فما يجيش شي واحد يبدا يقول لنا انه راه مول الحانوت غادي يستمر، ما غيستمرش. يعني هذا مول الحانوت هذا باش يساير القوه ديال هاد الشركات راه غير صامد، راه غير الصبر، راه غير التحمل، راه غير تيحيد من ولادو باش يبقى صابر، وعنده واحد العلاقه اللي ربطاه مع 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 الساكنه ومع الاحياء اللي هي ذكرني ديال الكريدي. مول الحانوت هو راه مانفيستي في أعمال اجتماعية، عنده علاقة، عنده راس ماله مشتت في الزنقة، ما يمكنش غادي تجي بين ليلة وضحاها وغتقول له صافي راه غادي توقف، ما يمكنش. واخا تنشوفوا هذه الموجه ديال الاسواق الكبرى اللي غزات جميع الاحياء، تيبان ليا بان مول الحانوت باقى عنده الفاعليه ديالو. من الناس باقي عنده الفاعليه، اول حاجه الكريدي اللي تيعطي الناس، الحويجه التعامل ديالو مع الناس، الاشكال اللي فين كاين هو الهامش ديال الربح ديالو مسكين اللي تيلقى فيه الاشكال. ماركات عالميه كبيره اللي غزات الاحياء ديالنا والمدن ديالنا، يعني ما بقاش مول الحانوت تيبان قدامها، ولكن الدور ديال مول الحانوت راه دور كبير. بالنسبه للتجاره هذه يعني كتعيش في واحد ازمه، يعني ازمه يعني عويصه منذ واحد الفتره باش ولاو هاد المتاجر الكبرى والمساحات الكبرى يعني قضوا يعني 100% بالنسبه للتجاره، تجاره القرب. وعلما ان التاجر الصغير يعني تيقدم واحد الخدمات يعني جد هائله. كنا حاولنا باش يعني نبدلوا الديكور ديال المحل، ولكن ما يعني ما كاينش نتيجه. واخا كاع تبدل تيبقى الوضع على ما عليه، لان كما قلت لك ما يمكنلكش تسير هاد الشركات الكبرى، لانه ما كيتقدم من بعد ديال السلعه تيتقدى واحد الكونتيتي كبيره، البقاله من طبيعه الحال راه تيتقدى واحد الكميه يعني جد بسيطه، ماشي يعني شي وفره يعني كثيره باش غادي يعني يسير هاد التجاره اللي جايه. وعلى العموم نتمنى من الجهات الوصيه باش يعني تشوف شي حل باش الناس هاد اللي تيمارسوا هاد المهنه هادي ما يضيعوش. نقصوا من طبيعه الحال الزبونه، لان دابا اي واحد من طبيعه الحال تيشوف يعني المصلحه ديالو فين كاينه الى اخره. وحنا من طبيعه الحال حنا مع التطور وهاد يعني التجديد، ولكن ماشي باستطاعتنا. هاد لي كرون سيرفاس ملي جاو للمغرب وتعطاتهم الامكانيات باش يفتحوا في المدن المغربيه، ان خلقت واحد النوع من الازمه، لا على المستوى الاقتصادي، لا على المستوى الاجتماعي، لا حتى على المستوى الثقافي. بالنسبه للمستوى الاجتماعي، ان مول الحانوت او الحوانت عموما ما قدروش يسيروا هاد التغول ديال هاد المحلات الكبرى او لي كرون سيرفاس، لان كما هو معلوم ان مول الحانوت
هو الضامن، انا كنسميه ديما انه كيدير واحد الحمايه الاجتماعيه داخل الحومه او داخل الحي. للاسف هاد المحلات الكبار قضوا على هاد المحلات التجاريه الصغار او تجاره القرب. كنشوفوا شحال من مول الحانوت سد، شحال من مول الحانوت باع التجاره ديالو وحول من الطبقات لشي ميدان اخر. هادشي كله عنده واحد الاضرار اقتصاديه واجتماعيه على مول الحانوت وعلى الاقتصاد المغربي كامل بصفه عامه. التنظيمات ديال الغرف التجاريه وغرفه التجاره والصناعه والخدمات انها خصها تقوم بالدور ديالها اللي منوط بها، وعلى اساس ديالها ان هاد التجار ينتخبوا هاد الممثلين ديالهم في داخل هاد الغرفه باش يدافعوا على المصالح ديالهم ويوقفوا، لانه مقرب القرار والمسؤوليه. وحنا كنبغى حنا كنناضلوا وغنزيدوا ندافعوا على هاد مول الحانوت. هذا الميدان هذا راه واحد الميدان اللي كيخصو يعني الناس اللي مختصين في علم الاجتماع باش يجيو ويشوفوا الحياه، يعني الحاله النفسيه اللي كيعيشوا هاد مول الحوانت. الناس كيقولوا انهم صامدين، راه ما صامدينش، راه غير الكبرياء اللي مخليهم باش ما يعلنوش داك الافلاس ديالهم ومخليهم انهم كيتقاتلوا وعايشين غير بقوه التحمل.